طيب هتكلم مع كابتن حمدي سريعا جدا على ماتش امبارح، وبعد كده نروح لماتش اسوان، المواجهه المنتظره طبعا يوم الخميس. الفرقه النهارده راحه، بكره ان شاء الله مسحه وبدايه الاستعداد بقى لمباراه اسوان. كابتن حمدي، الاول تقول لي مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظرك في ماتش الاهلي امبارح مع الانتاج؟ يعني انا اكون متحيز دايما لمحمد شريف. محمد شريف نمره واحد. ده رقم واحد. هو مقدم سيزن بصراحه محترم جدا. لا، وبعدين لعيب في الملعب سلس جدا. يعني حتى الكاميرا تيجي على تقاطيع وشه كده في اي موقف بتبص تلاقيه مريح. مش مفيش عصبيه، مفيش مش متأزم. حاجات جميله فيه. نمره يعني اتنين. طبعا مجدي قفشه طبعا. انا يعني ده الناس دي، الاسامي دي برضو اللي الواحد كان ليه اختيار فيهم في المجمع. وصلاح محسن، انا اتمنى يعني برضو صلاح محسن رجليه تبقى في الملعب. لعيب كويس بس لازم تبقى رجليه في الملعب. طيب كتير يعني. طيب ونمره ثلاثه. ديانج. ديانج لعيب عنده رشاقة غير عادية في جريته، في مشيه، في أدائه، في الباسنج بتاعه، في التكملة. ما عندوش عصبية. واللعيب اللي مش عصبي دوت هو ده لعيب يقدر في أي وقت يعمل الفرق. وعمل الفرق امبارح بصراحة. اللعيب العصبي لقطة الماتش هي سبرنت ديانج في اللقطه بتاعت الجون الثالث بصراحه. طيب اروح معاك لماتش اسوان. اول سؤال في ماتش اسوان، الاهلي بيغيب عنه في مباراه اسوان اكرم توفيق ومحمد هاني. محمد هاني خد الانذار الثالث، وبالتالي الاثنين مش موجودين في الماتش اللي جاي. من وجهه نظر كابتن حمدي مين يلعب في المكان ده؟ انا اتمنى ما هو فيش حد، بس انا اتمنى حسين الشحات. حسين الشحات هو باك رايت اساسا، وهو في الشرقيه للدخار من لما بدا كوره. وكنا بنجيبه هو من الشرقيه للدخان، وفي اتفاقات اساسا باك رايت. ساعه وقت محمد بركات وهو موجود في النادي الاهلي هو مش هقول ايه، كربون، نسخه كربون كان من محمد بركات، نفس الاداء ونفس السرعه ونفس الطريقه ونفس اللي اي حد في الملعب، بس البوزيشن اللي ستارت باك رايت اساسا. هو تقدر يعني انا شايف ان حضرتك بتقول انه حسين الشحات مش باك رايت سد خانه. حسين الشحات اساسا باك رايت، يلعب باك رايت اساسا. حسين الشحات قدراته انه يلعب في مساحه 100 متر طولي و90 متر طولي. الاختزال ال 30 متر اللي هو بيلعب فيهم دي مش قدراته. دي مش يعني حسين عنده اكتر من كده. شايف انه حسين الشحات مظلوم انه بيلعب في المكان ده؟ انا ده رايي، وده تقديري ليه لما شفته وقلت ان حسين الشحات فيه لعيب في الشرقيه للدخان، حسين الشحات وكذا 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 ولعيب كذا وكذا وكذا وكذا. ان التقييم بتاعي ان هو باك رايت. ولما راح لما ما جاش النادي الاهلي والمقصه خدوه من الشرقيه للدخان لحد اخر يوم في المقصه كان بيلعب باك رايت. واهدافه كلها احرزها في المقاصه وهو باك رايت. ايوه انت شايف حسين من ايام ما كان في الشرقيه الدخان. حتى لما راح الامارات هو يمكن في الامارات يعني نوع. غيروا اللون شويه ولعبوه في المساحه دي وهو حبها. ان هي برضو اعبائها مش كتير. اصل اعباء الباكين باك رايت والباك ليفت انه بيلعب في مساحه طوليه بطول الملعب، وطول الملعب من 90 ل 100 متر. ايوه فالباكين دول عليهم حمل جامد، بيلعب في المساحه دي، فكون ان انت بتشيل عليه عبء. مطلوب منه دور دفاعي ومطلوب منه دور هجومي. ده يعني ده طبيعي. وبعدين حتى الكره العكسيه، حتى لو لعب ناحيه الشمال في نص الملعب هو ليه دور فين، في تحركه فين. ما يبقاش برضه عرقات، يبقى داخل الملعب. حسين الشحات بيعملها تلقائيا. لان هي دي بتبقى يعني انا بقول ان موهبه زائد تطوير القدرات بتاعته. طب لو حسين في الحته دي يعني اساسي في الحته دي، ترتب لنا كده حسين اكرم هاني. حسين هاني اكرم. لان اكرم اساسا وسط ملعب. هو عنده المرونه وعنده القدره ان انا في الحته دي اقدر استخدمه. ما هو ده لعيب. انا حضرتك مثلا وفي نهائي كاس افريقيا 87 مع الهلال السوداني كان مجدي عبد الغني توقف
وبدر رجب الكابتن انور سلامه لعبني ديفندر، لعبت الماتشين، الماتش اللي في الخرطوم والماتش اللي في مصر النهائي كنت بلعب ديفندر. ايوه. ففي لعيبه بيبقى فيها عندها مرونه تقدر تأدي في بعض المراكز. اكرم عنده الميزه دي، هاني ما عندوش الميزه دي انه يقدر يلعب في نص الملعب، انما هو هاني باك رايت. انا شايف ضغط على هاني كتير. أيوه. والميديا دي انا ما بحبهاش، ويا ريت يا هاني، يا ريت يا هاني ابعد وما تبصش على الميديا، خليك في انت لعيب. هاني لعيب كوره والمكان سواء باك رايت او باك ليفت. أيوه. بيبقى لعيب بمخ اكتر من جسمه. أيوه. هاني المخ كون ان هو مثلا مش موفق ومش ماشي معاه. خد بالك كابتن حمدي، يعني الجماهير اللي بقت غايبه عن المدرجات بقت المساحه الوحيده اللي بتعبر فيها عن رايها او بتوصل فيها صوتها هو السوشيال ميديا. فبرضه انا عاذر اللعيبه، انا في اوقات كتير جدا بقول لهم افصلوا عن السوشيال ميديا، ما تسمعوش للسوشيال ميديا، لانها في اوقات كتير كمان بتبقى مخترقه ومش حقيقيه، فيك يعني. فبس برضه هم انا يعني مديهم عذرهم، لانه طول ما الجمهور مش موجود في المدرج هو محتاج يسمع صوت الجمهور. ماشي، حاجه يعني دي ده جزء، بس برضه الميديا دي ايه؟ ده شاشه وانا اللي بتحكم فيها، ما اجيش في اي الاقي شاشه في وشي يعني بص. فانا انا بنصح اللعيبه في الميديا بتخرجك عن شعورك وبتخرجك عن ادائك وبتوديك لاتجاهات تانية كتيره. اللعيب الكوره اكتر حاجه عنده لازم يبقى مميز فيها التركيز. مين الاسماء اللي اكتشفها كابتن حمدي ابو راضي او اللي قدمها كابتن حمدي ابو راضي؟ مش انا لوحدي بقى. أيه. يعني ايام الكابتن علاء مايوب كان رئيس اللجنه الفنيه، وهشام حنفي وانا والكابتن ناجي خليل، يعني من البدايه، من قفشه، محمد شريف، صلاح محسن، مين تاني؟ زائد في قطاع الناشئين، دول ابرز. أيوة. دول ابرز إبراهيم يعني. ابراهيم عادل برضه بيتهيألي، ولا مين؟ ابراهيم عادل ولا ابراهيم؟ ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ليه قصه يمكن حكيتها بره، انا ما اعرفهاش، ممكن تحكيها لنا. ابراهيم عادل هو من المريخ. انا يمكن في اخر سنين في اخر سنتين لعبت في المريخ، كان الحاج عادل جلال وكان مجدي عبد الغني حتى جاي من البرتغال، هو سبب ان انا رحت لعبت فيه، فعلاقتي كويسه بالمريخ. كانوا قالوا لي ان في لعيب كذا 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 اسمه ابراهيم عادل بيلعب في المريخ، مواليد 2001. أيوة. ما كانش بيلعب درجه اولى. انما هم كانوا بياخدوه، فقلت لعلاء علاء كذا 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 كذا، فقال لي اوكي. رحت رايح بورسعيد، انا علاقتي بيهم ناس. أيوة. استضافوني طبعا. أيوة. وناس وشفته حتى هو ما لعبش يعني في الماتش دوت، الدوري دوت ما لعبش. فايه بقى رحت له تاني وشفته يعني. فكان الاسيوطي عارفه ان انا يعني موجود عشان ابراهيم عادل، جيب ابراهيم عادل لعيب بس يلعب درجه اولى، ما يلعبش، ما يبقاش في القطاع فرقه الناشئين، لان هو لعيب 2001 يعني تأيد ناشئين، انما لو لعب ناشئين يبقى مش هتاخده، لازم يلعب درجه اولى. فبرضو يمكن احنا تعطلنا شويه. الاسيوطي تاني يوم وتالت يوم راحوا دفعوا 1,300,000 للمريخ، مع ان انا كنت بتكلم في 300,000. ايوه 200,000 او 200,000 و300,000 كده معاهم، يعني انا ماليش ان انا اتكلم في الفلوس. أيوة. بس انا من ايه الود اللي بيني وبين بتوع المريخ قلت لهم كده، ده رقم من عندي كده وبتاع. الاسيوطي راح 1,300,000 عرفوا طبعا وخدوه ابراهيم عادل. في كلمه من كابتن حمدي ابو راضي لنجوم النادي الاهلي، يا ريت تنسوا السوشيال ميديا دي خالص وتبعدوا عنها قبل الماتشات بيومين ثلاثه. دي بالظبط اما تبعد عنها كانك في معسكر تقدر تركز في المباراه اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه كلها حسم الدوري وبتقرب فيها. وبعدين النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عن ال 11 وعن اي بطوله جايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسه يا كابتن حمدي. متشكر لوجودك معانا دايما، واهلا وسهلا بيك في بيتك دايما وفي اي وقت. متشكر ليكم جدا، وانا سعيد النهارده بوجودي في وسطكم كتير يعني. بشكر كابتن حمدي وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله قدها وقدود زي ما قال كابتن حمدي. الماتشات اللي جايه كلها صعبه، لكن رجالتنا ان شاء الله قادرين على حسم بطوله الدوري التي لن يتنازل عنها
جماهير نادي الاهلي العظيم. بشكر حضراتكم، هشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد السادسه بتوقيت القاهره. تحياتي لكم.